التي تتلخص بترك زوجي للصلاة ومزاجه المتعصب إذ أنه مصاب بمرض نفسي وعدم التفاهم معه. أما بالنسبة لي أنا أم سالم فأنا ملتزمة بدين الله ومحافظة على الصلاة وعلى لباس الشرعي الكامل وعلى حقوق زوجي. أكتب لكم هذه الأسطر لتنصحوني، ماذا أعمل؟ هل أصبر على زوجي أم لا؟ وهل لي الأجر والثواب إذا صبرت أو لم أصبر؟ وأنا أم لأربعة أطفال، وقد حصل أن زوجي لفظ كلمة طالب مرة واحدة وهو في حالته النفسية المتعصبة، وبعد قليل بعد أن رجع إلى حالته الطبيعية يقول أنا لم أقل هذا، جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفسير، إذا كان هذا الزوج ماهو عقله فإنه ويترك الصلاة متعمدا وهو رجل عاقل ليس بمخبل ولا معتوه، فإنه لا يجوز للمرأة أن تطيل معه على عقد النكاح، لأن من ترك الصلاة متعمدا وأصر على تركها بعد دعوته لإقامتها إنه يكون كافرا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح، ولو كان تركه لها من باب الكسل فإنه يكفر على الصحيح من قول العلماء. وبناء على ذلك فإن عقد النكاح يبطل بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وهذا كافر بتركه الصلاة متعمدا وهي مؤمنة فلا يجوز أن تبقى معه. ولقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا أو مرتدا، ولا يجوز لها أن تقيم معه إذا ارتد بعد النكاح بعد عقد النكاح. أما إذا كان هذا الرجل غير عاقل إن كان يعتريه حالة يفقد معها عقله فإنه يكون في هذه الحالة غير مؤاخذ، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يحتلم، ولكنه يجب عليه قضاء الصلاة التي مرت عليه في فترة غياب عقله. إذا صح إنه يجب عليه أن يقضي إذا كانت الفترة قليلة أو يمكنه قضاء ما مر عليه من الصلوات فإنه يقضي، لكن النكاح لا يتأثر بذلك أن هذه حالة مرضية وبغير اختياره. وأما الطلاق الذي وقع في هذه الحالة أيضا ينبني على التفصيل السابق، إذا كان طلق ومعه عقله ومعه إدراكه فإنه يقع ويكون طلاقا رجعيا يراجع زوجته ما دامت. أما إذا كان وقع منه الطلاق وهو في حالة يفقد معها شعوره وإحساسه فإن هذا الطلاق لا أثر له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.